توتنهام في البداية كان بيلعب في مركز المهاجم وكان مميز، وكان محمد كان بيجيب له جون واثنين وثلاثة من خلال المباريات، وكان مميز جدا في مركز المهاجم. لكن أنا كنت دايما بشوف فيه مواصفات نادرة بالنسبة للاعب الكورة. الحقيقة هو من صغره وهو يتميز بقدرات البدنية العالية، عنده الانقضاض على الكرة مميز، والطايم بتاعه هاي استخلاصه للكرة حاجة محترمة جدا، التعامل مع الكرات العالية طول عمره مميز فيها، من امكان سريع كان مهاري، كان عنده امكانيات. انا شايف ان الامكانيات دي لو اتوجدت في مدافع هيكون من افضل المدافعين، مش في مصر ممكن في افريقيا كمان، لان ده عملة نادرة انك تلاقي مدافع بالمواصفات دي. الموضوع خد من وقت كبير جدا، هو تعبني شوية ان انا ابدأ اقنعه انه يلعب في المكان ده، لانه هو انت عارف بمجلة الاهلي كان بتكتب، القناة الاهلي كان ساعات بتذيع مباريات، وهو طبعا بيجيب له جون او اتنين، فده بالنسبة له هو فرحان بحاجة زي كده، ولد صغير وسعيد بحاجة زي كده. انت كنت عشان تقنعه ان هو يغير مركزه الموضوع كان صعب شوية، مع الوقت ابتدى يقتنع. في البداية كان رافض الموضوع يعني شكلا وموضوعا، لدرجة انه ما كانش عايز يجي النادي، الموضوع كان بالنسبة له كان واخده في موضوع زي كيني عايز ابعده عن الفرقة او ابعده عن مركزه. فهو طبعا كان زعلان، يمكن جاب والده رجل محترم جدا اتكلم معايا، والرجل في البداية اتكلم وقال له كابتن انا عندي ثقة في الله وفي حضرتك كبيرة جدا، لكن هي قصة كلها ان محمد زعلان وغضبان، ويعني الموضوع انا جاي استفسر حضرتك ايه وجهة النظر. يعني الحقيقة يعني القعدة مع الراجل ما خدتش وقت كبير، هو تفهم الامور بشكل كويس، وانا وضحت له كل حاجة بالتفصيل وشرحت له امكانيات وقدرات محمد وازاي نستخدمها بشكل صحيح لمصلحة محمد ولمصلحة النادي الاهلي. ابتدينا محمد يجي التمرين وابتدي تقعد معاه، خدنا مع بعض وقت شوية جلسات لوحدنا كتير، وابتديت اتكلم معاه في واجبات المكان. انا كنت برضو بشبع رغبته في ان هو يحرز اهداف او ان هو يهاجم، كنت دايما بطلعه في الكرات الثابتة. مع التمرين ومع الشغل بقى حاجة محترمة جداً.